خير أعزائي مشاهدين جريس، أهلا وسهلا بحضراتكم معانا في حلقة جديدة من برنامج ربي ابنك. زي ما حضراتكم تابعتوا معانا في الحلقات اللي قبل كده إن احنا بنتكلم على مرحلة المراهقة وإزاي إن احنا نقدر نتعامل مع أولادنا في المرحلة دي وقد إيه المرحلة دي مهمة جدا. مش هكذب عليكم وأقول لكم إن كل مرحلة نمو الأولاد بيمروا بيها تبقى مرحلة مهمة جدا، لكن دي أكتر مرحلة الولاد والآباء وبيبقى البيت زي ما بيقولوا متوتر او مرهق زي ما بيقولوا كده في مرحلة المراهقة. فاحنا الدكتور نبيل باقي وضح لينا المرة اللي فاتت البحث اللي هو اتعمل على 100,000 مراهق في 24 دولة مختلفة، الاولاد شايفيننا ازاي. احنا على طول شايفين ولادنا هم اللي غلطانين، على طول شايفين ولادنا هم المقصرين، على طول بنقول، وانا كمان برضو بقول زيكو، ان الولاد بتاع الجيل ده مختلف تماما ومحتاج مجهود كبير جدا عشان نقدر نتعامل معاه. هل في مرة فكرنا ولادنا شايفيننا ازاي؟ هل في مرة فكرنا ان احنا اللي غلطانين مش هم؟ دكتور نبيل باقي فهمنا ازاي ان هم شايفيننا، وهيكمل لينا بقية النقط بتاع البحث. احنا وصلنا لحد النقطة رقم 4 هيشرحها لينا النهاردة، وعايزين نفتح عينينا ودننا ودماغنا كل الحواس بتاعتنا نشوف ولادنا شايفيننا ازاي. اهلا وسهلا دكتور نبيل باقي، في استاذ في كلية الطب واستشاري مشورة الاسرة. اهلا وسهلا بحضرتك، نورتنا في وجود حضرتك معانا في الاستوديو، ونورت تفكيرنا ودماغنا وكل حاجة بالمعلومات القيمة اللي حضرتك بتقولها. ربنا يكمل ان شاء الله. ان شاء الله باذن ربنا يا دكتور. زي ما حضرتك وضحت لنا ان كان في بحث معمول مهم جدا اتعمل على 100 طفل مراهق في 24 دولة مختلفة، 100,000 واحد، وازاي هم شايفين الاباء والامهات اولياء امورهم. دايما زي ما قلت كده في المقدمة، الاولياء الامور والمشاهدين، ان احنا طول الوقت شايفين، احنا اللي شايفين ولادنا، لكن عمرنا ما حطينا نفسنا مكانهم هم شايفيننا ازاي. فحضرتك نورتنا وبتقول لنا الولاد شايفيننا ازاي. وصلنا النقطة رقم 4 يا دكتور. النقطة الرابعة بالترتيب في اكوردن الاولويات، يعني هم 4. العيال بينبسطوا قوي قوي لما يحسوا بابا وماما فعلا بيحبوا بعض. يعني بيحرصوا، الفاظهم حلو مع بعض، جو البيت بقى فيه دفء كده. فالعيال بيقولوا في نمرة 4، من فضلكم اذا حد غلط احتملوا بعض وحبوا بعض. نصيحة الأولاد بيقولها لبابا وماما، المفروض يعني العكس، الآباء هم اللي بيعلموا أولادهم إن هم يحبوا بعض، عشان المحبة أصلا معدية. لما أحب أنا جوزي أو أحب مراتي، أكيد جربتوا حاجة زي كده، بابا وماما، بابا دخل من بره بيدي حضن لمراته، اللي عايز صغير يجري يخش في وسطهم، أيوه يشيلوه في وسطهم ويشيلينه مع بعض، هم ثلاثة مع بعض، جو مختلف تماما عن اتنين نافرين من بعض بابا وماما. طبعا العيال اصلا بيخافوا على طول لما يلاقوا المنظر ده، يخافوا على مستقبلهم، هم هيحصل ايه في البيت ده. عندهم في المدرسة حاجة اسمها ديفورس كيدز، عيال الطلاق، منتشرين جدا. وهنا في امريكا مثلا تلاقي ولد يسافر بالطياره عشان ابوه في ولايه وامه في ولايه ثانيه، المضيف قاعده معاه وصلوه. فكل الافكار دي اللي عارفينها، بيشوفوها اصلا في التلفزيون، بيشوفوها على الانترنت، خايفين تماما لو لقوا ما فيش محبه بين بابا وماما، فبيترجوهم بابا وماما احتملوا بعض اذا حد غلط، ومن فضلكم حبوا بعض. المحبة أصلها في بعض الرجالة، المحبة عنده أنا بتعب واشقى وأعرق تجيب أكل في البيت وفلوس، وطبعا مش غلطان، لكن محبة في نظر عيل ومش فاهم الكلام ده، وعايز يشوف بابا بيطبطب على ماما وقدامه. باي ذا واي، المحبة بين بابا وماما مفيش أي حاجة جنسية، أيوه دي حاجة علامة صحية إن الولد يجي يترمي في حض ماما وبابا، ولو شافهم تطبع على بعض أو بيدوا حض لبعض
بيفرح وينبسط جدا. بس هنا يا دكتور هتلاقي في العادات والتقاليد العربية عموما ما بي... الأب والأم حتى زي ما حضرتك وضحت ما بيحبوش يبينوا مشاعر الحب أو العطف قدام الولاد، يقولك عيب، احنا مش عايزين نربي ولادنا ان هم يشوفوا بابا وماما بيحبوا بعض قدامهم، يعني ايه، لا 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 احنا ما تربناش على كده، المشاعر دي ما تبانش قدام الولاد. يعني حتى كلمة، يعني الأب مثلا يجي يقول ايه للأم مثلا اي كلمة فيها حب او غزل او حاجة ما يرضوش، لا الولاد قاعدين ما اقدرش اقول كده قدام الولاد. فاحنا عاداتنا وتقاليدنا وتربيتنا ما ينفعش ان احنا نظهر الحب ده قدام الأبناء، فدايما طول الوقت في حاجات بتحكمنا. فحضرتك بتقول دلوقتي ان احنا لازم نظهر ده قدام الأبناء، مش عارفة ليه. ليه بقى يا دكتور؟ عشان ساعات كتير احنا المحبة العاطفية اسمها affection بالانجليزي مرتبطة في مخنا سيعقوبها شيء جنسي. دي تربيتنا وعاداتنا وتقاليدنا كده، الولاد هيفهمونا غلط. سامحيني، ما اقدرش اعمم عاداتنا وتقاليدنا، يعني في بيوت عاديه كتيره في مصر ناس عاطفيين جدا، مش اي حاجه. بس هنيجي في المقابل يجي تلاقي الاب والام بيتكلموا اللي هو ايه، حتى لو الام اظهرت مشاعر كتير لولادها، مش هقول دلعتهم، حبتهم، فيجي الاب يقول لها ايه، لا انا عايزك تطلعي الولد راجل ينشف كده، كفايه الحب الزائد اللي انت بتعملي مع الابن. غلط. أيوة. خطأ. هنا بقى نعمل ايه؟ نعرف الصح يتعمل ايه؟ الصح ان الولاد، يعني في حاجة اسمها الهاوس هولد، انا كراجل بيت، الهاوس هولد يعني مراتي والعيال. أيوة. والست هاوس هولد يعني جوزها والعيال. واحدة بعتالي النهاردة بتقول انا معجبة جدا جدا بناس بقى لهم 10 سنين متجوزين ولسه بيقول بعض يا حبيبي يا حبيبتي. يا سلام، هو بعد 10 سنين جواز هو ده المفروض الطبيعي. الطبيعي. لكن اصبح مش ده الطبيعي دلوقتي، ده حقيقي، نتيجه متنشنين زعلانين تعبانين. فالست معجبه ان بعد 10 سنين في كابلز عارفاهم يعني لسه بيقول بعض يا حبيبي يا حبيبتي. من ضمن العادات مثلا ان ممكن قوي الراجل يقول لمراته يا ماما، ايه تقول له يا بابا، حبيبي او حبيبتي. الكلام ده عند العيال حلو يشوفوه ويسمعوه. أيوة. المحبه بقول معادية، يعني العيل يجي يترمي في حضن بابا وماما قاعدين جنب بعض بس هيقعد على كنبه، يجي نط يقف وسطهم. ليه؟ حاسس ان هم الفه بينهم، انا عايز احطه في وسطهم، ياخدوه حضنه ويطبطبوا عليه، تحس الجو فيه دفى. أيوة. دفء عاطفي موجود. في أسر يعني الجفاء عندهم هو الطبيعي، بيأثر على العيال، يجي ولد أو بنت هم سنهم مثلا حاجة 20 سنة، البنت تقول لي I cannot remember إن ماما إمتى حضنتني أو حطتني على رجلها في حياتها كلها. إيه ده؟ مفيش. يعني الطبيعي بيشتكم إن ما يذكروش إمتى إن ماما وانا طفل حضنت عليا وبستني. العيل بقى 3 4 5 10 حاسس ان امه ما بتعملش كافيه، وحاسس ان في جفاء بين ماما وبابا. لما يكون في اسره فيها عاطفه معبر عنها، الاسره كلها بتبقى بتنمو نمو صحيح. عادات وتقاليد بيقوليها دي كلها، انا بقول لان ارتبط للاسف في ذهن بعض العائلات، لو الواد شافني انا ببوس مامته بوسه بريئه خالص، يعني أيوة. جايز يفتكرني هعمل حاجه غلط. الاب ايوه لا ما عملش كده قدام العيل. ايوه يبقى انا قطعت عمراتي ورا ابواب مغلقه. بالظبط. فالولاد طالعين مش حنينين على الام. الجفاء والجفاف العاطفي هو طبع البيت، اي ان هم ما تعودوش يشوفوا الحنيه دي قدامهم. اتفرجي بقى على الواد ده او البنت دي لما تتجوز، هيبقى زاسين. هيحصل ايه؟ هيبقى زاسين، هتطلعه لعنين جوزها او مراته، لانه ما تعودش. فدايما بنلاقي حتى في الجواز جايين واحد جاي من بيت مثلا فيه عاطفه، واحد تاني جاي من بيت فيه جفاء. لو الراجل طالع من بيت فيه عاطفه
يدي مراته طبعا بيت في جفاء طبطب عليه وبصها عارفة تقول عليه ايه؟ ده مش راجل. ليه؟ مش راجل انه يجي بوس وطبطب ده راجل خرع. اتعودت ان ابوها يشخط وينطر بس في البيت. لكن خالد ما شافتش ان ده شيء طبيعي ان خالد الرجوله شخط ونطر مفيش عاطفه. وده للاسف ده بينتقل للابناء زي ما حضرتك قلت ان هو بيتعودوا زي ما احنا كده غلطنا كده في الحلقه وقلنا ان دي عادات وتقاليد فاحنا افتكرنا ده العادي ودي التقاليد وده الطبيعي ان يبقى البيت ناشف كده وسعيدي كده وان احنا ما فيش دلع واحنا اولادنا لازم تتربى على الخشونه وما فيش مياسه سوري يعني فيش دلع والام لازم تبقى ناشفه على الولد والبنت والاب كذلك عشان الولاد يبقوا جامدين كده وسعيده صح. حتى في التربيه الولد ده نفض ولد متالم من حاجه عيط يوم ابوه يصرخ فيش راجل بيعيط يقول له خليك راجل فيش راجل بيعيط فيش راجل بيعبر عن مشاعره يعني ايه ازاي الكلام ده فبكتم مشاعر النشوفيه دي ساعات بتوصل ان في ام كانت بتعاقب بنتها ام وبنتها عندها 5-6 سنين بتعاقبها عشان بتعبر عن مشاعرها بانها ايه لما تروح تستحمى تخش تحميها صغيره تجي ميه سخنه وتكبها على رجليها ميه بتغلي رجل البيت الصغيره ليه؟ عشان في يوم عيطت كانت تعبانه وعيطت ايه ده؟ الكلام ده يخش السجن المفروض ده غير سويه شوف اوريك شوف المحبه عكسها ايه؟ المحبه والحنيه والعاطفه الحنيه والعاطفه الحقيقيه اللي ربنا عاوزنا الهنا بيحبنا بيحبنا فعلا المحبه بين واحد ومراته ده الطبيعي فلما نمر أربعة من الله محبة يا دكتور نعم الله محبة بالضبط الله محبة فإزاي أنا يبقى أخلي 100,000 واحد يقولوا نمر أربعة بابا وماما يحبوا بعض معناها إيه البيت ما فيش محبة ما فيش فيها حب طب نرجع بقى يا دكتور رقم 5 أي إيه بقى رقم 5 نمر 5 العيال مفتقدين جدا وقت مع بابا وماما وخصوصا هنا هكون معاك صريحة هنا مفيش وقت تلاقي الأب والأم يا عيني في دوامة نصحى من النوم على الشغل ونيجي من الشغل نشوف ملتزمات البيت والحياة ونلحق نشوف هنجيب وقت منين هنجيب وقت منين ما دي هتلاقي كل أسرة هنا موجودة كده الحياة ما بترحمش بيحصل يوم سبت يوم حد أيوة. إجازة أيوة في ناس بيشتغلوا 7 أيام ناس بيشتغلوا أوفر تايم ده بيعقب على عيالهم بيتعبوا العيال وبعدين في حاجه اسمها كواليتي تايم كمان مش وقت ما ممكن اقعد مع عيالي صحيح فاتحين تلفزيون وبيتفرجوا على حاجه وانا قاعد معاهم وبس ساعات قاعد معاهم بقرا في جورنال بلعب في التليفون بتاعي وبتفرج على التلفزيون وده وقت مقضيه معاهم الوقت مقضيه معاهم معناه ايه؟ مشترك معاهم في اكتيفيتي مشترك معاهم في شيء اخدهم بره في البيت بنلعب مع بعض لعبه معينه بنتكلم مع بعض افتح كتاب نقراه مع بعض ونتناقش مع بعض اشجع ابني ازاي او بنتي واديها ثقه في نفسها او في نفسه ازاي بان هنتكلم مع بعض فلازم يكون في كواليتي تايم يعني تايم مفيد مش بس قاعدين كده ولا حاجه مع بعض ابني وبنتي اصبح اللابتوب اللي بتاع التابلت التلفزيون ده بيبي سيتر من صغر والعيال اتعودهم من صغرهم عشان مش قاعد معاهم انا مش فاضلهم اصبح اي حاجه فيها سكرين اي بيكيم ادكتد ليت بقينا ادكشن للسكرين الكبار السيلفون الصغيرين التابلت على طول قاعدين ده بالنسبه لهم يبقى قاعدين بياكلوا يقعدوا على الترابيزه ومعاهم التابلت ده شغال هو بياكلوا الا في اسره وده مش ضحك ولا هزار يعني الترابيزه عندهم كبيره قوي بتاخد مثلا حوالي يعني مش 6 كراسي تاخد 20 كرسي ولا حاجه كبيره قوي فالولد يكلم ابوه بالسلفون على ترابيزه السفره على ترابيزه السفره بالسفره بالتكست مسج ايوه هو دلوقتي بقوا بيندهوا على بعض في البيت بالتليفون
يعني أيوة. قاعدين مع بعض في بيت واحد وابارتمنت صغير، مش بيت مثلا دورين او حاجه، بيكلموا مع بعض بالتليفون لان هم كل واحد عايش في العالم بتاعه. يا بنتي انا بتكلم على الترابيزه مع بعض، دي صعبه برضو يا دكتور. طب صعبه، دي اصعب. طبعا حاليا من ضمن كان زمان يقول لك نقعد ناكل مع بعض، الكلام ده غير موجود الايام دي. حتى لو قعدوا مع بعض هم مش مع بعض، هم قاعدين مش قاعدين مع بعض، لكن فكره الحاجه الوحيده ايه؟ نطلع بره ناكل مع بعض بره، نضطر بقى نخرج مع بعض ناكل مع بعض. طب السبت الصبحيه لازم نفطر بس مع بعض، برضو حاجه كويسه. العيال يشوفهم قاعدين مع بعض، بابا وماما نتكلم مع بعض، وبنعمل واحنا قاعدين بناكل وبنتكلم، بنعمل حاجه اسمها يعني we bombard one another with strength، يعني تدريب ان كل واحد يقول حاجه حلوه على اعضاء الاسره مره في الاسبوع. بابا انت عملتيها حلوه الاسبوع ده كده، ماما انت كذا، اختي اخويا. حلوه الفكره دي يا دكتور. ايوه حلوه الفكره دي فعلا. وبعدين يلف بقى كل واحد يقول على التانيين حاجه ايجابيه نتيجه قعدتهم مع بعض. ايوه تبقى حوالين السفره. انا فاكر زمان كان احسن وقت واحنا بناكل وبعدها نقعد نتكلم مع بعض. حاولت انت بس السفره بنقوم لا خلينا قاعدين. أيوة. ونكمل الكلام. ايوه الكلام ده انتهى الايام دي. ليه؟ ما بقاش في حوار في الاسره الواحده. اه يعني قصدي نقضي وقت مع بعض. اب مش فاضي يروح بيرنتس ميتنج، ماما مش فاضيه، فالبنت والجايين يقولوا نفسنا تروح تحضرهم. يعني التيتشر سالت ليه ما جيتوش المقابله مع مع التيتشر يعني. ايوه فلازم اشترك، العيال بيطلبوني انشطه، اقضي وقت معانا، نتكلم، نعمل نشاط مع بعض، نخرج مع بعض، نعمل حاجه مع بعض. فنمره خمسه طالبين وقت ويكون كواليتي تايم، يعني وقت مميز ليه معنى، نتكلم مع بعض في حاجه مفيده. وطبعا الشاطر الاب والام اللي يفتحوا موضوع، العيل كان نفسه يسال فيه، معديين لقوا مش عارف حاجه، سؤال من حد، اخدها فرصه لما ارجع البيت اقعد افتح الموضوع واتكلم. الشاطر بابا وماما اللي هم في سن 4 لـ 6، بابا وماما كان دايما اهاليهم بيعلموهم يتناقشوا معاهم، يطلع لما يكبر يعرف يفتح مواضيع مع ابنه وبنته في وقت. الوقت يعني ده اسمه بقول لك كواليتي تايم. للاسف عملوا بحث طلع انه في الاسبوع كله مش بجيب 7 دقايق كواليتي تايم مع ابني وبنتي. شوف وصل الامر، مش ليه 7 دقايق بس اقضيهم اتكلم فيها مع ابني وبنتي، حاجه ايجابيه. فمهم قوي في نمره 5 قض وقت معانا، يكون وقت يعني كواليتي تايم، استفاد من وعادي معاكم ونتكلم ونسال بعض. ده كان نمره 5. اوكي ننقل نمره 6. ننقل نمره 6 يا دكتور. نمره 6 اذا جه زميل لي صديقي في البيت، ايوه اكرموه كانه زيي بالظبط، واذا مش عارفين تكرموه انا اكرموا صديقي، لان ده حلو في وشي بعد كده، تفرق معاهم قوي الحاجات دي. الولد يفرق معاه لما صديقه يجي، بابا وماما يجيبوا له اكل، يلاقوا هديه، ممكن ياخدوه معاهم في حته، ياخدوا ابنهم وصاحبه يخرجوا بيهم. ايوه بعد اذن طبعا اهل صاحبه، يعني عاوز مقابله بحفاوه لصاحبه، وصاحبه ده هيبص للبيت بتاعي ان البيت ده بيت حلو. ايوه يا ريت بيتي يكون كده حتى، ويحكي لاهله، تبقى في عدوى بين البيوت في حاجه كويسه، فهتفرق كمان مع الولد جدا، وبعدين تفرق في معامله العيلين مع بعض بعد كده. لو اكرمه اروح بيته بعد كده يكرمني برضه. ايوه بس العلاقه بينهم بتتحسن. ايوه يعني اعرف مثلا مشهور هنا الكلام ده، ممكن قوي في اي مناسبه ادعي مثلا 3 أو 4 عيال مع ابني واجيب لهم هدايا بمناسبه معينه، عيد ميلاد غير عيد ميلاد، اي ابقى قاصد اجيب اصحاب لعيالي.
يعني في بعض عيال مش شطار فما جايب اصدقاء. ايوه. فيجيب لهم اصدقائنا ازاي؟ ادعم الفصل بتاعهم او مجموعه كذا واحد هو بيقول لي عليهم انا نفسي فلان وفلان فلان يجوا. اخدهم نخرج مع بعض. اجيب لهم حاجه. ناكل اكله مع بعض. اكرمهم. فمهم قوي ان الواد يحس لما صاحبه يجي البيت بابا وماما مهتمين بيه. بيرفع راسه قدام صاحبه. سبيشالي حتى العيال كلهم لو عيل مثلا 6 7 سنين يهمه الكلام ده. ايوه. مش بس تين ايجر، مش بس مراهق، طبعا مراهق يهمه قوي الكلام طبعا يعني. فبيقول لما صاحبي يجي عاملوه كويس، اكرموه. دي نمره كام؟ نمره 6. نمره 6. نمره 7 بقى ايه هي يا دكتور؟ 7 قصتها طويل قوي بس هحاول الخصها يعني. فضلنا قد ايه؟ احنا فاضل لنا 10 لحد نقطه رقم 10. ده خلصنا المره دي يعني. انا بصراحه برغم ان احنا مقيدين شويه بوقت الحلقه، انا نفسي نخلصهم كلهم. مش عايزه يعني، انا بتعلم من حضرتك وانا قاعده بستفيد، وعايزه الساده المشاهدين كمان يستفيدوا. 7 لما بيقولوا البابا وماما لما يسالكوا اسئله جاوبونا على قد فهمنا. ايوه. انا عندي 6 7 سنين بسال ماما سؤال مش عارفه، مفيش داعي ماما تروح تذاكر وتيجي تشرح لي حاجه فوق مستوى فهمي. انا مش قصدي كده، انا عاوز تجاوبوني على قد فهمي. ده بيتطلب ايه؟ ان بابا وماما يفهموا كل مرحله عمريه تفكيرها عامل ازاي، امكانياتها ايه، امكانياتها النفسيه والعاطفيه والذهنيه ايه. لكن انا فرصه ابني سال سؤال اديله محاضره بقى، مش محاضره علميه يعني. أيوة. فيها كلام مهم بس مش قده امكانياته في الفهم. الواد بيسرح. ايوه. بعد كده ازعم منه انه مش مركز. دايما في الاسئله بقول له حاجه صح ابني عليها حاجه بعدين بحسب العمر. يعني ولد بيسال انا جيت ازاي؟ بيسال مامته انا جيت ازاي؟ حاجه اسئله متكرره. بقول له إيه ربنا حطك في بطني يا حبيبي هو صغير، ربنا جابك في بطني وكبرت وطلعت دلوقتي فرحانه بيك خالص، ما لقيتكش على الرصيف ولا قدام. لا اجابه صح لكن مش كامله. بعد 2 3 سنين ابني عليها ازاي الواد اتكون كجنين جوايا بالنسبه لفهمه وقدرته على الاستيعاب. اقول معلومه صح بس مش كامله، هبني عليها كل ما السن يكبر بتاع الطفل ده. ده الطريقه انه على قد فهمه بديله المعلومات. ما فهموش بمعلومات كتير غلط او صح لان هيبقى سرحان وتعبان. غير المعلومات العلميه. يعني العيال الايجن سنة مثلا تلاقيه في أولى ابتدائي وبيطلع بعد المدرسة يخش ياخد دروس خاصة في مجموعة كده، يعني يدوهم دروس 3 4 ابتدائي. فاحنا بنقول لا ده بيحشو مخهم. لا، المخ قادر على استيعاب الدراسي. أنا فاكر كويس قوي إن في لما كان ولادي أنا في ثانوي قالوا ان في 10th جريد عيل عنده 7 سنين 7 سنين امه بتجيبه تحطه في المعمل فوق البنش. ليه؟ الولد في 10th جريد وعنده 7 سنين لانه قاعد يحشي مخه معلومات. فاجتماعيا سوشيالي هو مش قد السن ده واللي هم اكبر منه، لكن مخه بيستوعب علميا. دي حاجة مختلفة خالص عن لما اسأل بابا سؤال اجتماعي. فلسه انا فاكر كويس قوي يعني في واحدة مصرية اصلا يعني خلصت جامعة 4 سنين بعد هاي سكول يعني. ايوه. عندها 13 سنة. واو. عايز تخش كلية الطب. شاطرة مجموعها كويس. انترفيو ايه؟ قرنت ايه؟ يعني طب
18 سنة. 13؟ أتام استنت لغاية ما وصلت 18 سنة أو 19 سنة لما فكروا يقبلوها. لأن لازم اجتماعيا في نمو اجتماعي عشان تقدر تصاحب الناس اللي طبعا موجودين. طب تقدر تتعامل. هتكشف على العين ازاي؟ هتكشف على العيان اللي عندها 15 سنة ازاي يعني؟ غير لما يكون واحد يعني الدكتور يعني سن 22 ممكن يخش كل الطب. ايوه. لكن هو عنده 13 سنة ازاي؟ يعمل ايه يعني؟ فهم باصلك اجتماعيا هي مش هتعرف تتأقلم مع الجو اللي حواليها، برغم ان هي متفوقة دراسيا زي ما حضرتك وضحت، لكن هم سابوها لحد ما سنها يقدر يستوعب المجتمع اللي هي تدخل فيه. في الدراسة يعني المخ قادر يستوعب دراسيا. فاحنا هنا لازم الأب والأم ينتبه لنقطة ان لما يجي الولد أو البنت أيا كان سنه أو أيا كان مرحلته، يبقى الجواب على قد فهم المرحلة دي. قد فهم اللي قدامي المرحلة دي. بالظبط كده. يعني ما يجيش الولد يسألني في أي حاجة، مثلا بابا وماما عايزين نخرج، نيجي نكلمه عن مخاطر الحياة اللي حواليك في الخروجة دي هيحصل فيها ايه. وحط معلومة صح، خلي بالك. أول معلومة صح عشان أبني عليها بعد كده، مش أقول أي كلام يعني. ويكون كمان في ثقة، أنا ببني ثقة كمان. يعني أم قالت لابنها أنا جبتك رحت المستشفى وولدتك هناك، إيه اللي في مخ العيل جه؟ أنا باجي من المستشفى فمعدي على المستشفى قال لها ماما أنا عاوز أخر وقتي، ممكن تخشي المستشفى وتجيبي أخويا؟ المعلومة غلط أتاله. المعلومة اللي أتاله غلط. يعني فمعلومة وابني عليها ممكن. بالظبط. دي نمرة 7. نيجي بقى لرقم 8 يا دكتور. فضل قد ايه؟ شو بس فاضل 8 و9 و10 واي نعم الوقت بتاعنا الوقت, الوقت فاضل أوزن. فاضل 5 دقايق لكن تفضل حضرتك. 5 دقايق قلت فيهم 3 حاجات. انا طيب. ممكن طبعا لا احنا ممكن نزود الوقت شويه زي ما حضرتك يعني حاجة. مش مشكله قوي عناوين وخلاص يا لا 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 ممكن نزود الوقت مفيش مشكله. المهم الساده المشاهدين واحنا كمان نتعلم من علم حضرتك وخبره حضرتك. نمرة 8. الاولاد قالوا إذا أنت يا بابا وماما عايزين تعاقبوني مش قدام حد. قدام الناس. دايما على طول نلاقي أولادنا وهم صغيرين مش قدام الناس. ما تعاقبونيش، خدي أوضة لوحدي. حتى مش قدام إخواتي. حتى مش قدام إخواتي. خدني أوضة لوحدي واعمل اللي عايز تعمله معايا. تفرق في نفسيتهم في إيه؟ تفرق جدا. في ثقتهم بنفسهم، السيلف إستيم بتاعهم. وما أحبش طبعا قدام أصحابي أتضرب. يعني ما احبش ابدا اعاقب مثلا قدام حتى اخواتي اللي اصغر مني، ما احبش حاجه زي كده، ولا اكبر مني. فالعقاب العقاب مش بالضرب، يعني باخده اعنفه بالكلام يعني. والله لوحدي ما تعاقبنيش ابدا على اي حاجه قدام حد تاني، لان ده بيأذيني داخليا وعلاقتي بالاخرين بتتغير، بيبصوا لي بصه مختلفه. ان بابا ومامته ده بيضربوه قدام الناس، بيضايقوه، بيهزقوه، بيقللوا من شأنه. نتعود دايما انه ما اقولش كلام وحش على عيالي. حتى يعني تخيل اقعد في حته اقول ابني تعبني وعامل كذا وعامل كذا ده سمعه وحشه لابني. ليه انا اوسخ سمعه ابني قدام الناس؟ طب هم بيقولوا كده على اولادهم، اسكت انا؟ أستر، ربنا بيستر علينا، أستر على أولادي، مش أفضحهم. فالعيل عاوز ستر، يعني ما هزقوش قدام حد، وأنا ما هزقش ابني في غيابه قدام أولاء أمور أصحابه. هيروح يقولوا له ده قالوا عليك كذا وكذا وكذا على صاحبك. فلازم يعني ممكن أقول كلمة حلوة على ابني، معلش ممكن أقول ده ابني شاطر وربنا مباركه وبيسمع الكلام، ممكن اقول هذا الكلام، ما اخافش من الحسد، ممكن اقول الكلام ده فعلا يعني. نشارك بعض كاولياء امور مع بعض خبرات ازاي نربي العيال، ما طلعش مساوئ ابني وافضحه، لان يعني في ناس غاويين كده، افضح ابني اذا عمل حاجه قدام الاخرين. فالولد بيقول يعني سمعتي مهمه، ما تقولوش أي حاجة قدام، ما تقولوش وما تعاقبونيش قدام حد، قدام أي حد.
هنط رقم 9 عارفين انت يعني ايوه رقم 9 طب انا مش فاكر 9 بقى شجعوا اقعد نص ساعه افتكر بقى استنى شويه راحتك يا دكتور ولاد مره بيقولوا لاهاليهم انتوا مش لاقيين في اي حاجه حلوه ابدا عشان تشجعوني عليها وتمدحوني فيها يعني حاولوا تلاقوا ايه الكويس اللي فيا انا برضو كويس ان في عيال دايما اهاليهم يزموا فيهم قدام اخواتهم قدامهم فبيفقد الثقه في نفسه جدا يبقى عنده صغر نفس فبيقول يعني انتوا لما تسعى دي اكيد في حاجه كويسه فدور على ايه الكويس في ابنك او بنتك وامدحه في شجعه العيال اللي بيقول المراهقين بيقولوا انت بتزعق فيه على طول يا بابا وماما من فضلك هل في حاجه حلوه ممكن تمدحها وتشجعني عليها اكيد في العيل نفسه يعني واحد في مدرسه مش قوي بس بيساعد باباه يجيب له حاجه بالعربيه مامته يطلع الزباله بره يعمل اي حاجه امدح الحاجه صغيره مهم قوي ده بيزود ثقته في نفسه احنا عاوزين نطلع عيال واثقين من نفسهم وناس في نفس الوقت عايشين عيشه نظيفه اخلاقياتهم مش ملخبطه يعني فلما تسعى دي العيال دي ار بيجينج بيتوسلوا لاهاليهم لقوا ايه الحلو اللي فيا دور اي حاجه حلوه فيا وامدحني عليها وشجعني ان ازيد فيها واعمل حاجه تانية كويسه ثانيه فده بكلم البيرنز دلوقتي حاولوا تدوروا ايه الكويس في عيالكم مش ايه الوحش عشان ادبهم عليه اشوف برضو ايه كويس لانه من طرق التربيه لما انا امدح الحاجه الكويسه قدامها الحاجه الوحشه بادب عليها بزعق عليها الحاجه الوحش الحلوه لما اعملها ايجابيا في يوم من الايام بتزيد وتصلح الوحشه يعني هو بيجي عنده ثقه في نفسه فيقدر فدايما الاقي ايه الكويس حتى لو قليل وافتخر بيه قدام الولد اقول له انت بتساعدني ما تطلع الزباله على الزباله مره في الاسبوع بقول لك هات حاجه من العربيه تروح تجيبها بتسمع الكلام ولد مطيع قصدي بحط فيه ان هو مقبول محبوب ومقبول وفي نفس الوقت يعني شجعوا صغار النفوس معروف كده يعني يعني يقول شجعوا صغار النفوس استذوا الضعفاء تأنوا على الجميع للبيرنس ولنا احنا عموما يعني فقصدي ناخد بالنا ان صغر النفس كتير قوي بين الكبار والصغيرين فطول ما ابني قدامي سبيشال فتره المراهقه يعني اخد بالي محتاج ان اسنده اشجعه لانه بيكون نفسه الفتره دي بيكون ليه شخصيه معينه وليه هويه معينه محتاج ان اسنده في الحاجات الايجابيه اللي فيه مش ما فيش حاجه ايجابيه خالص لان في بعض البيرنتس باحثين عن الكمال لما بيكون حاجه وحشه بس واحده حاجه وحشه فبيشوفوا كل حاجه وحشه كل حاجه بقت زفت يعني صفحه بيضة في نقطه سوداء الشخص ده ما يشوفش غير نقطه سوداء بس اعرف راجل واحده بتنظف البيت بيت بيبرق يروح في ركن الاوضه يوطي عند الزاويه عشان يشوف الأرض. التراب ده يقول في التراب ولا لا ايه مرات تقول لا ده الست منظفه دلوقتي كلنا البيت بيبرق ايوه رايح قصدي النوعيه ديت في التربيه غلط طبعا احاول الاقي كويسه وامدحها اخر نقطه بقى رقم 10 استريحت دلوقتي لا انا تمام انا مش عايزه الحلقه تخلص بصراحه يا دكتور ولا انا ولا المشاهدين عايزين الحلقه تخلص بس نعمل ايه بقى اوكي اخر نمره 10 اخر نمره في العشرة كان في نقط تانية كتيره ايوه عايزين نقولها لهم نقول لهم بس قولوا 10 بس فالنمره 10 في الترتيب هتستغربي عليها قوي حتى الان ما قلناش محتاجين تحبونا يا بابا وماما واو يعني حبوا بعض كانت نمرة 4 حبوا بعض كانت رقم 4 4 فعلا فنمرة 10 من فضلكم حبونا
اخر حاجه اخر حاجه يعني بص عندهم يعني حبوا بعض وما تتخانقوش واحترموا بعض واحتووا بعض ويكبروني قدام الناس وشوفوا فيا حاجه حلوه، كل ده اهم من حبوني. يعني احنا بنشوف بنحبه وما بنعملش الحاجات التانيه دي كلها. واذا حبيتوني حبونا تانية كونسيستنت مستمرة، احنا ما بنعملش يمكن غير رقم 10 دي، بنحبهم بس بطريقتنا. وبعدين بطريقة كونسيستنت يعني ايه؟ يعني بحبهم الوقت اقرار خلاص انا بحبه خلاص، ما يجيش فجأة اجور عليه وزعق فيه واخبطه يعتبر هو عدم محبة. بالظبط. يعني قصدي المزاج بتاعنا المود بتاعنا دايما مش ثابت. الآن عندي انكزايتي، ابقى ديبريست، بزعق، عصبي. بالنسبة في المحبة العين نفسه إذا اتحب بطريقة معبر عنها بطريقة كويسة وبطريقة كونسيستنت، مش على سطر وسيب سطر. بالزبط. ما ينفعش الكلام ده عند الولد. فآخر نمرة 10 بيقول من فضلكم أنا عاوز أحس بمحبتكم. ليه؟ لأنه البيت بتاعه في الغالب جاف، ما شافش محبة من بابا وماما، فعاوز يحبوا بعض اكتر عشان يطبعوا عليا محبه بعد كده. بالظبط. خلى نفسه نمره 10 وحط قبلها كذا حاجه. بس مهم طبعا، لان احنا قلنا في اول سنتين من العمر اذا العيل ما خدش محبه منتظمه لن يثق ولا في اللي حواليه ولا في المجتمع ولا في نفسه، ويطلع شكاك بعد كده على طول. ده حقيقي. ونعرف الكلام ده في الامراض النفسيه بعد كده. يعني في امراض نفسيه هتتكون، شخصية مسميها paranoid personality disorder، شخصية على طول بتشك في كل حالة. بسبب ايه؟ ان في اول سنتين ما خدش اهتمام ورعاية ومحبة. فالمحبة المعبر عنها المنتظمة مهمة للعيال، بس حطوهم نمرة 10 لان في نظرهم دي حاجة المفروض تتعمل. ايوه. لكن انت بتقولي بنعملها. انا باكد لك في بيوت كتيرة جدا مش في تعبير عن المحبة خالص للعيال. هو زي ما قلت لحضرتك، هو كل البيوت وكل أولياء الأمور فاكرين إن إحنا بنحب ولادنا لكن بطريقتهم، لكن هل الولاد فاهمين ده حب ولا لأ؟ هو عشان كده حضرتك موجود معانا بتعلمنا إزاي نحب ولادنا وإزاي نربي ولادنا وإزاي نفهم ولادنا إن ممكن تكون المشكلة فينا إحنا، وده اللي إحنا بنتعلمه في الحلقات برغم ان لسه ما تعمقناش قوي في الموضوع، لكن من الحلقات اللي عملتها مع حضرتك هو واضح ان المشكله مش في الولاد، ممكن يكون سنهم عصرهم سريع، رتم سريع في حاجات كتيره مختلفه، لكن احنا برضو لينا يد في كل حاجه هم بيوصلوا لها. اذا كان الولاد بعدوا عننا فبنبقى احنا السبب، اذا كان الولاد مختلفين غير ما احنا تربينا بنكون كمان احنا السبب، إذا كان الولاد إحنا بنقول إن إحنا مموتين نفسنا عشانهم وبنحبهم جدا لكن هم مش شايفين الحب ده عشان إحنا بنحبهم غلط. ما استناش لغاية ما البنت تنتحر. في بنت أقدمت على الانتحار، أقدمت على الانتحار. وللأسف يا دكتور ولحقوها. في كتير قوي الوقت ولحقوها. ده في كتير جدا مش في أمريكا بس، وفي مصر كمان وفي حول العالم في شباب مراهقين وفتيات مراهقات أكتر بلا في انتحار اليابان بيتقدموا للانتحار، ودايما تلاقي إن إن الأب والأم ما بيكونوش عارفين ده، بيكونوش عارفين إن أولادهم بيمروا بإيه، ودايما طول الوقت مش هقدر ألوم الأب والأم كتير لأن هم بيقدروا يعملوا اللي عليهم، لكن للأسف إحنا مش بنكون فاهمين صح. أناقش الكلام ده لما نيجي نناقش فترة المراهقة في الأمور النفسية، مهم قوي موضوع الاكتئاب والانتحار. فواحد بينتحر ويسيب جواب جنبه، واد مات ساب جواب، انتوا كنتوا بتحبوني، بتفضلوا اخويا عني، كنتوا مش بتعملوا ايه، الحاجات اللي هنقولها دي كاتبها في الجواب. بس مات اوريدي. طب هو هنتكلم عليه في الحلقه الخاصه بيها لان جوايا اسئله كتيره جدا في موضوع الجواب ده كمان. هننهي الحلقه هنا دلوقتي. أعزائي المشاهدين، نشكر كلنا دكتور نبيل باقي إن هو حط عينينا وفكرنا ونظرنا على موضوع مهم جدا، إن إحنا إزاي ولادنا بتشوفنا، إزاي ولادنا شايفين كل حاجة إحنا بنعملها عشانهم. ممكن نكون إحنا وجهة نظرنا إن إحنا بنعمل أحسن حاجة ليهم، وأنا عارفة كل أب وأم قد إيه هما
بيعشقوا أولادهم وبيحبوا التراب حتى أن أولادهم بيمشوا عليه. ربنا يخليه ليكوا كل أب وأم يخلي أولادهم، لكن إحنا هنا تربية المسؤولية. عشان أطلع شخص مسؤول سوي يقدر يتعامل مع المجتمع، يقدر يبقى نافع كمان للمجتمع ونافع لنفسه ولأسرته، لازم أكون مجتهد شوية، لازم أكون عارف بربي إزاي. وعشان لو إحنا مش عارفين أو الدنيا واخدانا، إحنا معانا متخصصين عظماء زي دكتور نبيل باقي كده، بيوضح لنا إزاي نقدر نربي أولادنا تربية سليمة. وقبل ما نربيهم تربية سليمة نفهمهم هما بيحسوا وبيشعروا بإيه. شكرا لكم، وللقاء في حلقة قادمة من برنامج ربي ابنك.